نور مو كتير بعيد عن عالم السينما من أجل تأسيس دراسة سينمائية أكاديمية عليا في سوريا تقدمها خبرات من الصف السينمائي الأول. أعلنت المؤسسة العامة للسينما عن إطلاق مشروع دبلوم علوم وفنون السينما. سلمى، يتضمن الدبلوم محاضرات في السينما على امتداد موسم دراسي كامل لمدة 18 شهر. تفاصيل أكثر عن هالموضوع معنا بالاستديو الصحفي وسام كنعاني. سعد صباحك. صباحك. يا أهلا وسهلا، سعد صباحكم، سعد صباح كل مشاهدين الإخبارية السورية وفريق العمل الجنود المجهولين اللي وراء الكواليس. سعد صباحك وسام، خلينا نحكي بالبداية عن مشروع دبلوم علوم وفنون السينما، شو الفكرة من تأسيسه؟ تعطينا شوية معلومات وتفاصيل عن انطلاق هالدبلوم. هلأ هو حقيقة أنا حتى بس نعرف السادة المشاهدين أنه يعني أنا ماني من ضمن الفريق اللي عد البرنامج أو ضمن الفريق اللي راح يواكب الطلاب المتقدمين لهذا الدبلوم. أنا انحصرت مهمتي بالشق الإعلامي بما يخص يعني اختصاصي، كانت مهمتي تقديم المشورة الإعلامية أو بمكان معين الدرامية، وبالإضافة لتنسيق وإطلاق وتنظيم المؤتمر الصحفي اللي أقيم مبارح، وطبعا الإخبارية مشكورة كانت موجودة وكل الوسائل الإعلامية السورية كانوا موجودين ونحكى بشكل موسع عن هذا الدبلوم. انطلاقا نحكى مبارح يعني بإشراف الدكتور نزار ميهوب اللي هو مدير الأكاديمية السورية للتدريب والتطوير، ومؤسسة الإنتاج التلفزيوني والإذاعي، المؤسسة الرسمية المعنية بإنتاج الدراما في سوريا، انه المشروع هو الاول من نوعه في سوريا بما يخص اطلاق دبلوم مختص بالاخراج السينمائي والتلفزيوني بمنطق التعليم، يعني التعليم الخاص، انه ما في جامعه حكوميه مسؤوله، في ورشه عمل اجتمعت على مدار شهور طويله، اعدت برنامج ينسجم مع المعايير الدولية في أهم الأكاديميات في العالم لتقديم يعني الحد المعقول بما يخص الجانب النظري والعملي، ورشات عمل التي تؤهل أي شخص يجد في نفسه أو تحكم عليه لجنة القبول بأنه يمكن أن يكون مخرج في الأيام القادمة. الدبلوم يعني لا يصنع مخرج بكل ما تحمل الكلمة من معناه، إنما يضع الشاب الطموح على الخط الأول، يضعه في الطريق السليم. يعني أعتقد أنه سيقوم الدبلوم خلال سنتين بخطة معادلة موضوعية لما تقوم به الأكاديميات المختصة بتأهيل الممثل على سبيل المثال. نحن للأسف في سوريا نفتقد لأكاديميات تصنع مخرجين أو تسقل المواهب الشبابية على مستوى الإخراج، استعاض المخرجين الشباب عن غياب الأكاديميات بالتعلم على أيدي مخرجين مخضرمين من خلال العمل والخطوات العملية من خلال الأعمال التي قدمت لهؤلاء المخرجين. كان المخرجين الشباب يتدربوا على معظم مخرجين الشباب كانوا يدربوا على أيدي مخرجين، مخرج تنفيذي أو مخرج مساعد. هلأ رح نحكي عن المشروع بالتفصيل، بس خلينا هلأ نتابع معكم مع المشاهدين المؤتمر الصحفي لإطلاق المشروع ونرجع نتابع حديثنا مع الصحفي وسام. قارب العام ونصف الاتفاق وقع مع وزارة الإعلام والمؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي. باكورة هذا التعاون هو هذا الدبلوم الذي يمتد لسنتين. الحقيبة الدراسية والحقيبة التدريبية تم العمل عليها خلال عام كامل. حقيقة نسعى سوية مع وزارة الإعلام مع المؤسسة للنهوض بالدراما السورية في مجال التأهيل والتدريب. هناك تسرب كبير جدا للعاملين في هذا الاختصاص في سوريا بسبب الحرب، 7 سنوات من الحرب، 7 سنوات من تسرب الكوادر
في كل الاختصاصات خارج سوريا. اليوم بحاجة لترميم هذا الفراغ، نحتاج لأكثر من مؤسسة، نحتاج لأكثر من جهد، نحتاج لأكثر من 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 يعني من تجربة في هذا المجال. هذه التجربة بين الأكاديمية ووزارة الإعلام والمؤسسة إحدى هذه التجارب. بعتقد لنلحق غيرنا بدنا جهد أكبر، قناعة أكبر، وأرجو أن يكون هاي البذرة بذرة صالحة تنبت أزهار تساعدنا بعودة الدراما السورية إلى وقع الخير. الأكاديمية هي مهمتها مو بس أنه هي تطلع مخرجين، هي تطلع مخرجين متميزين بطريقة التفكير، توسع أفق الخيال، توسع طريقة التفكير، طريقة البحث، تخليه يطلع على التاريخ، تاريخ المهنة وتاريخ الفن، لأن هذا كله بيثقل الموهبة. لما بيكون عندك موهبة غير مثقفة، ما بدي أقول غير متعلمة، غير مثقفة، بيكون نتائجها واضحة، نتائجها إلى حد ما ما فيها عمق بالفكرة. أما ما بيكون عنده إلمام بتاريخ الفن، بالمخرجين الكبار، كيف بلشوا، شو طرقهم، شو مو الكيف، الكيف ممكن يتعلموا مع أي مخرج مهم، بيعمل تدريب وخلال سنة بيعرف يحط الكاميرا، بيعرف يقطع، بيعرف بس ليش دائما أنا هيك عم بعمل، ليش هذا المشهد، ليش هاي الموسيقى، ليش هاي الإضاءة. يعني مثل ما تابعنا آراء متنوعة عن خلينا نقول هاي الصناعة، خلينا نعرف منك اليوم قديه بتشوف يمكن هذا الشيء أو هذا دبلوم رح يتقدم ممكن يساعد كتير شباب بيجهلوا هذا الطريق أو بيضلوا ما بيعرفوا كيف ممكن يكرسوا موهبتهم بعالم الإخراج أو بعالم السينما. هلأ حتى أكون صريح معك ومع كل اللي مهتم بهذا الموضوع، أنا أعتقد أن الموهبة لا يمكن أن تصنع، لا في دبلوم الإخراج السينمائي والتلفزيون الذي يعني تعكف المؤسسة والأكاديمية على إطلاقه، ولا في أهم الأكاديميات في العالم. الموهبة هي مسألة ربانية، يعني موهبة الإخراج تماما مثل، حتى نكون كتير دقيقين وكتير صريحين، هي مثل موهبة الصوت، يعني ما في لبس وما في، لا تقبل القسمة على اثنين، يعني إما موهوب أو منفذ. ويعني اليوم في كثير من الأسماء، حتى الأسماء المكرسة هي أسماء تعلمت تقنية الإخراج وتستطيع أن تنفذ المشروع كما هو مكتوب على الورق، لكن لا تملك الموهبة أو لا تملك المفاصل الرئيسية لمخرج حقيقي. المخرج هو كاتب قصة، كاتب قصة قصيرة بلغة الصورة. يعني عندما يستلم المخرج الورق يجب أن يبني رؤية فكرية ورؤية بصرية للورق الذي بين يديه بلغة الصورة، يجب أن يعيد كتابة هذا الورق بلغة الصورة. هذه مسألة يعني لا يمكن أن يتم إعطائها أو منحها أو تعليمها لأحد. بس يمكن كنا عم نحكي تحت الهواء على الأكاديمية إنه قديش هي فعلا قادر اليوم تخرج مخرجين. المهم هون ان يعني او دور الاكاديميه انا برايي، او اي اكاديميه، يعني هلا بالعام القادم يمكن نشهد افتتاح المعهد العالي للسينما الذي يعني سيكون مهتم بالدرجه الاساسيه بتخريج طلاب مخرجين سينما. يفترض المسؤوليه الكبيره والهم بالنسبه لهذا الدبلوم واللجنة القائمة على هذا الدبلوم هو الخيار الصحيح، يعني بعيدا عن منطق البزنس، وبعيدا عن منطق القسط الذي سيتم دفعه، وبعيدا عن الشروط الموضوعة كعمر وشهادة، بس يحمل شهادة البكالوريا، شهادة البكالوريا ودون 35 سنة، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية التغاضي عن شرط العمر في بعض الأماكن. يعني وهذا وضحه مبارح دكتور نزار ميهوب، الحكم على المتقدم هو الأهم، أنه يمكن أن يخرج منه
موهبة مهمة يمكن أن يكون طب مخرجا مهمة. كيف يتم التقييم؟ كيف فيني أقول أنا هيدا؟ هلا أول أول مسألة راح يكون لها علاقة بمقابلة شفهية للحكم على مدى الثقافة، لأنه أنت مثل ما بنعرف إنه الإخراج هي مهنة يعني تجمع الكثير من المهن، يعني بمعنى إنه مخرج عنده شخصية مهتمة بالسياسة، كيف لهذا المخرج أن يدير هذه الشخصية المهتمة بالسياسة دون أن يكون لديه خلفية سياسية مهمة؟ مخرج يجب أن يدير مثلا مدرب رياضة أو عنده شق أو خط بعمله له علاقة بالرياضة، يفترض أن يكون مطلع على الأقل. أنا لا أقول أن يكون ضليعا في كل شيء، لكن أن يكون مطلع في كثير من المسائل الحياتية التي يمكن أن يشتبك مع هذه المسائل من خلال شخوص عمله في المستقبل. الدرجة الأولى الحكم على ثقافة هذا المتقدم، لأنه مثل ما بتعرفي أنه الشهادات لا تعني الثقافة بالضرورة، يعني ممكن يكون خريج أهم الجامعات صحيح. بس يكون حدا يعني مؤدلج، بمعنى أنه هو تخرج بس بالمناهج اللي درسها في منطق البصم. هاي بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية رح يكون في صناعة لفيلم قصير او لمشاهد قصيره من خلال الطلاب، وراح يحكموا اللجنه على امكانيه هذا المتقدم. يعني وسام فينا نقول انه هذا الدبلوم راح يعطيهم الادوات البسيطه اللي هي ممكن نفتقد لها نحن هون بعدم وجود جامعات او معاهد متخصصه لصناعه السينما او لتخريج مخرجين سينمائيين، فتعطيهم الادوات البسيطه كيف ممكن يتعاملوا يمكن مع الكاميرا مع اللوكيشن مع ادوات، لكن الموهبه راح تبقى ثقلها شيء اخر. هي المسائل التقنيه راح يكون في المام فيها بشكل كامل. المسائل يعني مواضيع اللي لها علاقه بالمصطلحات واماكن الكاميرا والشيء اللي له علاقه حتى بالمونتاج وبالاضاءه وبالصوت، لانه المخرج لازم يكون ملم لكل هذه التفاصيل. وتبقى موضوع الموهبه وموضوع اثبات الذات هو موضوع يعني يعود للشخص ذاته. الأكاديمية ستقدم خطوة إضافية للطلاب المتفوقين بأنها يمكن أن تفتح لهم فرص وآفاق لمنح دراسية في بعض الدول التي ما تزال يعني تقدم تبادلات ثقافية وفنية مع سوريا مثل روسيا، إيران، كوبا، تشيك، بعض الدول التي يعني متقدمة ومتطورة. يعني الناس هلا اليوم انت بتعرفي انه في السينما الامريكيه هي السينما الرائجه في العالم، بس في كثير ناس ما بيعرفوا انه بايران في سينما متطوره ومتقدمه توازي. جدا طبعا السينما وسينما انسانيه بحته، يعني انت بتحضري السينما الايرانيه فيها حس انساني عالي جدا وفيها لغه صوره رفيعه المستوى وفي شغل على تفاصيل جديده هي بعيده كل البعد عن السينما التجاريه وعن سينما الاكشن الدارجه في العالم. في إيران على سبيل المثال عدد كبير من دور العرض بشكل دائم، هناك أحدث الأفلام وأهم الأفلام تعرض في جميع دور العرض وفي إقبال هائل. يعني من فترة كانوا أصدقائنا مجموعة من الفنانين والصحفيين في زيارة لإيران، نحن نتحدث هنا بعيدا عن المنطق السياسي وبعيدا عن التحالفات اللي لها علاقة بإيران، نحن نتحدث عن إيران كبلد رائد على مستوى الثقافة ومستوى السينما. أعتقد أنه منح لطلاب في إيران أو في تشيك أو في كوبا للطلاب الأوائل أنه هي خطوة جيدة. إضافية والمنح مجانية بحتة. يعني هاي نقطة مهمة لما تقول منح مجانية، نحن عم نحكي عن هيدا المشروع دبلوم علوم وفنون السينما، في تكلفة كبيرة كمان اليوم للي بده ينتسب لهيدا الدبلوم، لأنه نحن عم نحكي عن مبلغ خيكينة تحت الهواء لما طبعاً. تقول طبعاً. مبلغ كبير تقريباً، فالمنح نوعا ما بتفيد هي الطلاب ومو كل الطلاب ممكن تقدر تنتسب لهيدا المشروع. ايه طبعا للاسف. انا بالنسبه لي يعني انا لو كنت صاحب قرار او كنت صاحب راي بهذا الموضوع، وهذا الموضوع يخص الاكاديميه بشكل قطعي، يعني لانه هي ستقدم كل التجهيزات، ستقدم كل الامكانيات، هي من تتعاطى مع اللجان وغيره على المستوى المادي، فهذا موضوع شأنهم ولا يمكن الحكم عليه إلا من خلالهم. يعني هن بيشوفوا أنه هاي المبالغ اللي بدهم ياخدوها يمكن ينصرف جزء كثير كبير منها كأجور وتنقلات وورشات عمل، لأنه في نقطة مهمة جدا أنه هذا وهي كثير كمان هذا التفصيل كثير حساس لما يخص الإخراج. الإخراج هو يعني فن
يمكن تعلمه أو موهبة يمكن صقلها من خلال ورشات العمل، من خلال التعاطي العملي والواقع على أرض الواقع. والدبلوم سيقدم بنسبة 30% معلومات نظرية، وهذا مهم جدا وفق مراجع مهمة لم يتم ترجمتها حتى الآن، سيعتمد على مراجع مترجمة للمرة الأولى، وسيقدم 70% عملية ووركشوب وورشات عمل في مواقع تصوير حقيقية، يعني في أفلام سورية، في مسلسلات سورية راح الطلاب يكونوا موجودين فيها، راح يشوفوا العمل الفني كيف عم يتم، راح يشوفوا آلية المخرج وتوزيع المهام وبناء المشهد والبناء الدرامي وكل هاي التفاصيل الدقيقة التي تخص عمل المخرج راح يشوفوها على أرض الواقع، بالإضافة للعمليات الفنية الأخرى التي تعنى بالمونتاج والإضاءة والتصوير، لأنه يجب أن يكون المخرج مطلعا على هذه التفاصيل طبعاً. كونه أكيد. مايسترو ربان عمل أكيد. وسام، قبل ما نختم، كلمة أخيرة تحب يمكن تتوجه فيها للناس اللي عم تابعنا عن مدى جدول هذا المشروع أو هذا الدبلوم، وقدم ممكن فعلا يوفر فرص لإنتاج مثل ما قلنا مخرجين مؤسسين أكاديميا ما راحت عليهم الفرصة، حتى لو راحت سابقا ما زال في فرص مقدمة بسوريا. هلأ أولا أنا بحب أقول أنه ما بدنا نقدم ادعاءات كبيرة، أنا مثلي مثلكم مثل كل اللي عم يشوفوا رح راقب هذا المشروع ورح أتمنى له الخير ورح أتفائل أنه تكون النتائج طيبة. أنا بحب أقول للناس اللي لا تساعدها ظروفها المادية أنه تنتسب لهيك دبلوم، أنه الفرص قادمة، الدولة رح تفتتح معهد عالي للسينما السنة الجاية، بالإضافة أنه المخرج هو من يستطيع أن يسوق كل لحظة بخصوصية وبحساسية عالية وبلغة الصورة. إذا كان عندك الموهبة أو عندك الرغبة أنك تكون مخرج، ضلك عم تصور ولو بموبايلك، أي لحظة وأي تفصيل بتشوفه أنه ممكن أنه ينصنع منه مشهد أو ممكن يعاد صياغته بلغة الصورة، صوره واحتفظ بهي الأعمال ولو كانت بسيطة، ولو كانت بكاميرا الموبايل، احتفظ فيها يوما ما رح تلاقي لها الصيغة المناسبة ورح تلاقي فرصتك حتما إذا كنت تملك المؤهلات لتدخلك وتكون مخرج. أكيد. الصحفي وسام كنعان نشكرك على وجودك معنا، نتمنى لك التوفيق، وأكيد نحن رح نتابع هيدا المشروع بخطوات وخطوة خطوة. شكرا كثير لك. شكرا لكم وشكرا لكل المشاهدين. شكرا لوجودك معنا. أما هلا مشاهدينا بننتقل لغير